للتسجيل في مسابقة مبراس موهبة نأمل الدخول من خلال الرابط التالي لموقع المسابقة. الضغط على سجل الآن أو الدخول على صفحة التسجيل. نأمل الاطلاع على شروط التسجيل في المسابقة، وبالنزول أسفل الصفحة الضغط على رابط التسجيل. يجب أن يكون لدى الطالب حساب في موقع موهبة الإلكتروني، وفي حال عدم وجود حساب يتم إنشاء حساب جديد للطالب من خلال رابط سجل معنا. نأمل التأكد على صحة بيانات الطالب الشخصية وبياناته التعليمية. في حال كان هنالك خطأ في بياناته التعليمية يجب تحديث البيانات عبر نظام نور، ثم الرجوع لصفحة التسجيل والضغط على زر تحديث البيانات من خدمة وزارة التعليم. اختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي، الموافقة على الإقرار والضغط على زر حفظ. ستظهر بيانات الفاتورة وكود الاختبار الخاص بالطالب، يجب على الطالب حفظه حيث سيتم الدخول للاختبار من خلال الكود. ستظهر لك تفاصيل العملية وطرق الدفع المتاحة. في حال اختيار طريقة الدفع السداد سيتم إصدار فاتورة وإرسالها لكم على البريد الإلكتروني ورقم الجوال. في حال انتهاء فترة السداد المسموح بها وهي 3 أيام بإمكانه الدخول على هذه الصفحة وإصدار فاتورة جديدة. ببراس موهبة، تجربة ثرية وتحدي مميز. ننتظر مشاركتك، لا تدع الفرصة تفوتك.